مزيد من التفاصيل حول قمة العشرين مع الزميل أحمد بشتو. إليك أحمد. شكرا ليندا وخيري. ومشاهدينا الكرام أهلا بحضراتكم. أذهب مباشرة إذن إلى ضيفتنا عبر سكايب من واشنطن السيدة مرح البقاعي الباحثة السياسية ورئيس التحرير موقع White House in Arabic. سيدة فرح، ما بين قمة روما في عام 2021 إلى قمة بالي التي ستعقد خلال ساعات، جرت في النهر العالمي مياه كثيرة، ارتفعت نسب التضخم إلى أعلى مستوياتها، هناك أزمة مالية كبيرة تضرب العالم كله، لكننا لا نجد أطرا للتعاون المشترك لحل هذه المشكلة، كما رأينا مثلا في مشكلة عام 2008 التي ضربت العالم اقتصاديا أيضا. هل ترين أن هذه القمة قادرة بالفعل على وضع هذه الأطر والعودة من جديد إلى التعاون الاقتصادي المشترك؟ نعم، مساء الخير لك ولجمهور القاهرة الأخبارية الكريم. أهلا وسهلا. بداية، هذا السؤال في مكانه تمام في هذا الوقت. مجرد اللقاء بين الرئيسين الصيني والأمريكي في هذه الظروف الحرجة التي يتم يمر بها العالم أمنيا واقتصاديا وسياسيا وحتى دبلوماسيا، أعتقد أن الوقت جيد جدا لكسر الجليد بين الدولتين العظمتين. واليوم سمعنا الرئيس بايدن يسارع في هذا الأمر ويقول للرئيس الصيني أنه لا يريد صراعا مع الصين، يريد منافسة مع الصين كندين، يريد أن تكون هذه المنافسة تحت ظل القانون الدولي. وهذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لبدء حوار مع الصين في كل المجالات، ولا سيما مجالات الأزمة الحالية الاقتصادية، أزمة الطاقة، الأزمة الأمنية التي تسببها روسيا وهي حليفة الصين، وتسببها كوريا الشمالية وهي يعني نعتقد أن الصين لها اليد الطولة على كوريا الشمالية. فاللقاء بحد ذاته مفيد وسيبنى عليه، لأنه تم الإعلان مباشرة عن زيارة للوزير الخارجية بلينكين قادمة إلى بكين من أجل متابعة الملفات التي سيتم بحثها خلال القمة، وهذا تطور لافت جدا. ولعل اللافت أيضا هو اللقاء الذي سيحدث مع رئيس الوزراء الأسترالي خلال هذه القمة، أيضا مع رئيس الصيني، وربما تحل به خلافات كثيرة بين تكتلين اقتصاديين كبيرين أيضا في هذه القمة. هناك مؤشرات إذن مشجعة. أعتقد ذلك، يعني حتى الرئيس بايدن كان مرتاحا لعدة أسباب. السبب الأول هو نتائج انتخابات هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، النتائج أعطته نوع من يعني الثقة بأنه يستطيع أن يتحرك بشكل مريح في السنتين القادمتين من عهده في رسم السياسات. نعم. والآن هو بحاجة إلى رسم سياسة واستراتيجية واضحة. طيب. مع الدول يعني العظمى المنافسة وعد مقدمتها الصين. طيب سيدة مرح، يعني في ملف آخر من قمة شرم الشيخ كوب 27 إلى قمة بالي، ربما أيضا ملف المناخ سيكون حاضرا، هل تعتقدين أن القادة في هذه القمة سيحولون الوعود إلى واقع؟ تماما. يعني الميزة لهذه القمة أنها جاءت بعد يومين من وصول الرئيس بايدن إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ هناك، ويعني طبعا أخذ بعض من الأجواء الموجودة في قمة المناخ وهو يريد أن يناقشها مع الدول المصنعة، لأن الدول المصنعة هي المسؤولة بشكل أول، ولا سيما الصين أكبر مصنعة في العالم هي المسؤولة عن أزمة المناخ من خلال يعني المصانع والعملية التصنيع الهائلة التي تحدث هناك وما ينتج عنها من غازات هي التي تؤثر على المناخ. تزامن القمتين مهم جدا، يعني أعتقد أن الوقت ملائم جدا. نعم. لكسر الجليد بين الدولتين، لبدء علاقة جديدة مبنية على التفاهم وليس التصادم. يعني أتمنى أن تحمل هذه القمة الشعار التي انطلقت منه التعافي معا، التعافي بشكل أقوى. أشكرك جزيل الشكر من واشنطن السيدة مرح البقاعي الباحثة السياسية ورئيس التحرير موقع White House in Arabic.